السلام عليكم حبيباتي البنيتات ديالي الغزالات ديالي كي بقيتو كنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم وانتم في احسن الاوقات ومره اخرى وثاني مره ودائما نقول لكم العشر مبروكه باش تمنيتو ان شاء الله طول العمر والحجات الامهات والنجاح للبنيتات والوليدات. واليوم غادي ندير لكم فيديو جديد اللي كان سبق لي درت بسطيله درتها كبيره بالحوت واليوم بغيت ندير بسطيلات صغار لسيدنا رمضان الله يدخلو علينا بالصحه والهنا ان شاء الله وتوجيهات كلشي كيوجد رمضان ولكن رمضان ماشي ديال الماكله ديال العباده كنتمنى ربي يتقبل منينا ان شاء الله ووصلنا ليه مسلمين غانمين باش اي واحد كيتمنى شي حاجه الله يحققها له ان شاء الله ويحيد علينا ربي هذا الوباء وتولي المغرب ديالنا كما كان نهار الاول نشوفوا الناس ديال الغربه ويشوفونا وكنتمنوا لهم رمضان مبارك سعيد اللي خارج الوطن واللي داخل الوطن. واليوم ما نطولش عليكم واليوم فيديو جديد قلت لكم غادي ندير معكم بسطيلات صغارين. راه سبق لي درت المقادير معكم وجدتها معكم جوج ديال المرات وكلشي كيعرف البسطيله واللي بغى يرجع للفيديو يرجع ليه. عندي هنا الحوت الابيض هنايا الحوت الكالامان والحوت اخر مشروق هنايا القمرون هنا الفرماج مرتزلة هنا شويه ديال الزبده هنا الفرماج الاحمر تما البيض باش غادي نلصق هنا الشوربه الصينيه اللي سبق لي كاع ملي شحرت هذاك الحوت كله صوطيته في الزبده وشويه الابزار والشرموله هذاك الشيء اللي كيقطر منه كنولي نردو على الشعريه الصينيه باش كندخل فيها كاع داك التوابل. وعندي بسطيله اللي سبق لي خديتها واجده ودابا على بركه الله غادي نخلط هاد العناصر كلها. هاد الحوت غادي نخلطو كله مع غادي نخلط الحوت كله ما غادي نخلي والو لحقاني هادو غير بسطيلات صغارين. وهذا القمرون راني قومتو مزيان غادي ندير الفرماج وغادي ندير الفرماج الاحمر وغادي نخليه غير شويه راه مصايبه شويه غادي نبقى نصايبو من الفوق وغادي نخلط كلشي وغادي نرجع معاكم. There's not much to do when all I can is thinking about you not doing well don't know where you are cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. To do
that you're right. If I can let you down beside you, I would. You've been gone for way too long. When nothing really matters. If I can let you down beside you, I would. That you were safe. When nothing really matters. If I can let you down beside you, I would. That you were safe. If I can let you down beside you, I would. That you were safe. If I can let you down beside you, I would. That you were safe. كيجيو زوينين انتم ساهلين انتم شويه ديال البرك انتم سهله هانتوما باش كنوزع فيهم الحشوة بحال بحال ندير شوية ديال صفر البيض أو نشد هانتوما هانتوما الإنسان يزين بيهم دابا غادي ندير جبلي هذا وغادي نخلط معاه شويه ديال الزعتر حتى هو اللي سبق لي نقيته غادي نحك شويه وغادي نسمو شويه ديال الزعتر نحكو بين يديا هو كيجي زوين غادي نهز شويه وغادي نديرو على الورقه ندير جوج معالق صغار وانتوما نديرها كاع في الحشوات هنايا صاوبتهم نفرق الحشوه ديالي غادي نديرها كالعاده هانتوما غادي نزير شويه وغادي نلصق بالبيض هانتوما وغادي نزير شويه يدي وغادي نلصق شويه ديال البيض
ها الصيقار كيفاش كيجي نعم هادو ديال الزعتر كيجيو زوينين مع الجبن جبلي انتما ساهلين وكيجيو المذاق ديالهم زوين من السمين انتما و حتى الاخر غادي نكمل لي سيجار ديالي. There's not much to do when all I can is thinking about you not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. والفيديو ديالنا وصل للنهاية. كنتمنى ينال إعجابكم بعد ما سالينا السيجار ديالنا اللي درنا بسطيلات صغار السيجار بالكاشير والخوماج والسيجار بالجبن والزعتر. وكنتمنى ينال إعجابكم وفرجة ممتعة وتبعوا الفيديو تال الأخير وفيه حاجات مبسطة وتزينوا بها المائدة ديال الإفطار ديالكم. وشكرا بزاف وما تنسوناش باللايكات ديالكم ولي كومنتار زوينين بحالكم. إلى فيديو قادم إن شاء الله وكنشكركم بزاف.